اهلا بكم في اليشات انا شاتي واحده من اجمل القرى الموجوده في منطقه تشيشمه التابعه لولايه ازمين. شوف الفيديو بتاعنا النهارده تحفه تحفه تحفه. صباح الخير على كل اللي بيشوفنا من منطقة محببة جدا إلى قلبي وهي منطقة ألاتشاتي، واحدة من المدن أو القرى الصغيرة الحلوة اللي موجودة في إزمير. هي طبعا ألاتشاتي بتتبع بلدية تشيشمة التابعة لولاية إزمير. احنا إن شاء الله هناخد جولة في المكان كله في منطقة ألاتشاتي. تعالوا كده نبص عليها من فوق. احنا هنا في بداية المكان، كل دي يا جماعة هي قرية ألاتشاتي، ودي طبعا الطواحين الهوائية اللي مشهورة بالمدينة. بنصح اي حد ان هو جاي ناحية إزمير ان هو يجي يعمل جولة في قرية ألاتشاتي. القرية فيها روح جميلة، فيها مباني حلوة قوي اللي هي شبه مثلا المباني اليونانية اللي موجودة طبعا في القرى والجزر اليونانية المشهورة طبعا على رسوم سانتوريني بقى وميكنوس والحاجات دي. الجو النهاردة هوا ويندي بس حلو عشان الواحد برضو ما يتعبش ايه وهو بيصور لكم. زي ما انتم شايفين الطواحين دي هما ثلاث طواحين موجودين، واحد اثنين ثلاثة، ودي بقى بداية القرية. طبعا انت ممكن تركب الدرمش من تشيشمة تيجي ألاتشاتي، او ممكن تركب من الاوتوجار في إزمير تيجي هنا وانت راجع تركب نفس المكان اللي نزلت منه. اهلا بكم في واحدة من اجمل القرى في ولاية إزمير. طبعا اكثر حاجة مشهورة في منطقة تشيشمة وألاتشاتي هي طواحين الهواء طبعا بكل حاجة فيها، يعني زي ما انتم شايفين اشكال كتيرة جدا هما بيصنعوها هنا هاند ميد وبيعملوا منها بقى اشكال كتيرة جدا، يعني الوان حلوة قوي بصراحة. 65 تركش ليرة ومتين وتلتمية، يعني انت ممكن مثلا تبقى دي حلوة بس طبعا لازم تقفلها كويس عشان متتكسرش معاك وانت مسافر بيها. هنا مثلا شكل الحاجات بيقول لك الواحدة ب40 والتلاتة ب100، اي مثلا تلاتة ب100. طبعا قرية ألاتشاتي تعتبر من اجمل القرى السياحية اللي موجودة في تركيا كلها، لان هي ذات طابع جميل ما بين الحياة التركية اليونانية. اهل القرية طبعا رايقين جدا وما فيش بقى الزحمة بتاعت اسطنبول او حتى الزحمة بتاعت انطاليا وفتحية، ما فيش بقى الناس اللي بتقعد تنادي عليك وتشدك والكلام ده، ما فيش عرب نهائي تقريبا في المكان سواء في تشيشمة او في ألاتشاتي. طبعا اجمل سوفينيرز ممكن تجيبها من منطقة ألاتشاتي، الايس كريم هناك حلو جدا جدا. طبعا كل الكافيهات اللي انتم شايفينها دي بتبقى في فترة الصباح والظهر فاضية لان الناس غالبا بتكون في الشواطئ او بتكون في رحلات تانية، انما بالليل بقى بتبقى الدنيا زحمة جدا جدا، وهتشوفوا معانا في خلال الفيديو ده الوضع بالليل عامل ازاي. احنا كنا موجودين تقريبا الساعة 12 الظهر،
تحس الحياة لسه بتبتدي، على عكس العادة في اسطنبول الحياة بتبتدي الساعة 7 الصبح. التشاتين مشهور عنها ان هي البيوت المزركشة الملونة، البيوت اللي هي القصيرة، لان في قرارات طبعا من مدينة وولاية ازمير بمنع البنى ومنع الهد البيوت القديمة للحفاظ على التراث. هي موجودة طبعا في منطقة بعيدة شوية عن ازمير المدينة، بتبعد حوالي ساعتين بالباص زي ما قلت لكم. لو عايزين تيجوا التشاتي انتوا تقدروا تيجوا لازمير وتركبوا من الاوتوجار باص تشيشمة اللي هيعدي على التشاتي. ممكن تركبوا وتيجوا تقعدوا مثلا يوم مثلا من الصبح كده من الساعة 11 للساعة 5-6 وتركبوا الباص اللي راجع. طبعا تعرفوا مواعيد الباصات وترجعوا على ازمير، ده لو انتوا قاعدين في ازمير. لو انتوا عايزين تقضوا مثلا يوم ما بين تشيشمة و التشاتي حب حلو برضو كده، هتروحوا تاخدوا فندق في تشيشمة وتركبوا الصبح الدولمش من تشيشمة، تقعدوا مثلا 4-5 ساعات في التشاتي لحد الساعة 3، وبعدين ترجعوا على تشيشمة تروحوا البيتش اي مكان بقى تتمشوا فيه جوه القرية او مدينة تشيشمة. هي صغيرة برضو زي ما شفتوا في الفيديوهات السابقة، يعني يوم يكفي تشيشمة والتشاتي، وممكن يومين لو انت عايز تتفسح بقى في شواطئ تشيشمة الجميلة. يعني زي ما انت شايفين معانا المكان هادي وبيتمتع طبعا بالالوان الزرقاء والبيضاء، لان هو بيجمع ما بين الطابع التركي اليوناني. الاسعار طبعا في مدينة التشاتي او قرية التشاتي مقارنة طبعا باسطنبول، انا بتكلم طبعا عن الاكل، الكافيهات، السوفينيرز، الحاجات دي اكيد هي اغلى تمام، بس الحاجة معمولة حلوة قوي بصراحة. يعني زي ما انت شايفين كل كافيه بيبقى له طابع خاص في الزينة بتاعته، في الاعداد بتاعته، كل حاجة مستغلينها ان هم يرسموا عليها تخلي رؤية العين مبسوطة وانت ماشي، تحس ان انت يعني مبسوط جدا. الشارع ده او الزقاق اللي انا ماشي فيه ده جنبي ده من اشهر الاماكن اللي بتبيع السوفينيرز في التشاتي. طبعا اكثر السوفينيرز معروفة طبعا هي شكل الطواحين الهواء اللي احنا شفناها في الاول، وطبعا الحاجات اللي هي عليها العيون الزرقاء اللي هي على حسب قولهم يعني مانعة للشر مش للحسد كمان. هنا ده مكان عبارة عن نافورة بتبقى شغالة بالليل، ودي كافيهات حواليها. زي ما انت شايفين الدنيا لسه يعني بتقول يا هادي، مفيش اي حاجة، الساعة 1 الظهر والدنيا لسه هادية جدا. اللي راح منطقة شارع المعز عندنا هنا في القاهرة هيقول ان هي ممكن تكون شبهها شوية مع الفارق طبعا، دي يعني القاهرة زحمة طبعا والبيوت قديمة اكتر يعني، بس هنا زي ما انت شايفين تحس ان انت ماشي جوه يعني مدينة ملاهي. ليه؟ لان الالوان جميلة جدا والناس رايقة جدا. انا بحب بصراحة اروح في وقت، دي تاني مرة ليا في التشاتي، بحب اروح في وقت النهار الصبح كده على الساعة 1-12 اتمشى واتصور واخد فيديوهات، لان انت بتبقى شايف كل حاجة بطبيعتها، الالوان لسه بطبيعتها، شايف كل تفصيلة موجودة. انما بالليل طبعا بيبقى الوضع مختلف، بتبقى اجواء حلوة برضو للناس اللي هي محبين الليل. يعني زي ما انت شايفين شكل حتى الورود والازهار متماشي مع المكان. يعني لو جينا بقى نبص عليها بالليل بتبقى عاملة ازاي، طبعا بتبقى ازحم جدا جدا من فترة الصباح والنهار، لان السياح والاتراك نفسهم بيحبوا يروحوا يسهروا بقى في المدينة الجميلة او القرية الجميلة دي. زي ما انتم شايفين الفرق واضح جدا، معالم القرية مش هتبان كلها، يعني البيوت طبعا الوانها المزخرفة الازرق والابيض والاخضر وكل الالوان دي مش هتبان قوي بالليل الا الاماكن المضيئة، بس الفايبس بتاعت بالليل بتبقى حلوة جدا. طبعا لو قعدتوا على احد الكافيهات دي واكلتوا بقى الايس كريم المشهور زي ما بقول لكم في التشاتي، والجو طبعا لما بيبقى كده منعش وهوا، هي طبعا زي ما انتم شايفين بيوت قصيرة ومفتوحة كده، هي تعتبر
قرية ساحلية طبعا يعني، فالقعدة والفايبس حلوة قوي، التمشية في الشوارع بقى بعد ما الأنوار والإضاءة دي بتبقى شغالة، طبعا الألوان بقى بتبقى عاطية منظر مع الإضاءة حاجة ولا أروع ولا أجمل من كده. يعني حاجة حلوة إنك تعيش التو كيسز، النهار في ضوء الشمس الجميل تشوف الألوان بطبيعتها بالعين المجردة، وبالليل لما تشوف بقى الزحمة والناس وهي بقى متجمعة، وما ساعات بتبقاش في أماكن في الكافيهات، والكافيهات طبعا غالية زي ما قلت لكم، يعني أقل كوباية شاي هتبقى ب 30 أو 35 تركش ليرة، وطبعا ما ينفعش تقعد تطلب كوباية شاي بس يعني. الوضع بصراحة كان عاجبني بالنهار أكتر، بس حبيت إن أنا أقعد بالليل علشان برضو أجرب الفايبس بتاعت بالليل وأشوف الأنوار والفوانيس المنورة دي طبعا، والأباليك اللي هما بينوروها، يعني حاجة بتعيشها مرة واحدة يعني. وطبعا بتلاقي بعد كده بقى فرق بتعزف موسيقى وجيتار زي ما انتم متعودين طبعا في شارع الاستقلال لما بتشوفوا الأجواء الليلية بتاعت تركيا عموما يعني. ده بقى واحد من أشهر الأسواق والشوارع الضيقة يعني الموجودة في التشاتيه لبيع السوفينيرز والإكسسوارات وكل الحاجات الهاند ميد المعمولة في القرية على إيد طبعا أهل القرية. المعروف إن إزمير أهلها دايما بيعملوا حاجات هاند ميد، سواء الكرة الريفية اللي موجودة في جنوب شرق إزمير، أو تشيشمة أو التشاتيه اللي هي جنوب غرب إزمير، لأن طبعا إزمير ولاية كبيرة جدا جدا غير مركز المدينة نفسه. أتمنى تكون الجولة بتاعتنا عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتابعونا دايما عشان تشوفوا كل جديد معانا سواء في تركيا أو في كل بلاد العالم. مع السلامة.